السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها التلاميذ الأعزاء، المستوى الأول ابتدائي وكذلك المستوى الثاني ابتدائي وكذلك باقي التلاميذ. الغاية من هذه السلسلة من الفيديوهات هو التخلص بشكل نهائي من مشاكل القراءة. إذا هيا بنا نتعرف على فيديو هذا اليوم أيها التلاميذ الأعزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نقوم بقراءة هذه الكلمات التالية: Je lis et je comprends. مثلا هذه الكلمة تعني النحلة. أبي موتو دراجة نارية. دي هي عبارة عن مكعبات. بول دجاجة. فرماج جبنة. أريكو فاصوليا. لاما حيوان لاما. سيربون الثعبان. بوصول البوصلة. أبي موتو دي بول فرماج أريكو لاما سيربون بوصل. إعادة مرة أخرى: أبي موتو دي بول فرماج أريكو لاما سيربون بوصل. إذن كيف المعتاد يجب عليكم إيقاف الفيديو لكي يتسنى لكم قراءة هذه الكلمات. Je lis, je comprends. هيا. نعم. جيد. ممتاز. إذن أظن أنكم قرأتم بشكل جيد هذه الكلمات. إذن صحيح. أبي موتو دي أبي موتو دي أبي موتو دي. حاولوا إيقاف الفيديو لكي تتسنك قراءة هذه الكلمات. نعم جيد ممتاز حسن جدا. أريكو نعم جيد. أريكو بول فرماج أريكو بول فرماج أريكو بول فرماج أريكو. إذا حاولوا إيقاف الفيديو لكي تسنى لكم قراءة الكلمات. نعم جيد. لاما سيربون بوصل. لاما سيربون بوصل. أبي موتو دي بول فرماج أريكو لاما سيربون بوصل. إذن سوف نقوم بقراءة هذه المقاطع. جولي لي سيلاب سي سا دو نا فا مي سا ل ري و تو فو اول سي سا دو نا فا مي سا ل ري و تو فو اول.
نستمر مو دي مو ني نا ني رو لي رو مي دو داويد سي سا دو نا فا مي سا لو ري vo tu fou ol mou mo di mo ni na ne ro li ru me du. إذن يجب عليكم إيقاف الفيديو وحاول قراءة هذه المقاطع بشكل جيد بصوت مرتفع. هيا إذن أظن أنكم ما قرأتم بشكل جيد هذه المقاطع. إذن أعيد للتصحيح: سي سا دو نا فا مي sa le ri vo tu fou ol mou di mo ni na ne ro li ru me du j'ai. إذن إليكم المقطع الثاني: دو نا فا مي سا لو ري فو تو دي مو ني نا ني رو لي رو مي. أعيد مرة أخرى: دو نا فا مي سا لو ري فو تو دي مو ني نا ني رو لي رو مي. جيد، حاول إيقاف هذا الفيديو لكي يتسنك قراءة هذه المقاطع بشكل جيد. هيا إذن جيد، الآن التصحيح: دو نا فا مي سا لو ري فو تو دي مو ني نا ني رو لي رو مي. جيد، إذن سوف أقدم لكم هذا النشاط، نشاط خاص بقراءة لا لكتور. لاحظوا هنا لدينا جدول يتكون من كلمات، إذن يجب علينا قراءة هذه الكلمات بشكل جيد بطريقة واضحة جدا، معناها بالتقسيم إلى مقاطع. إذن كل كلمة تتكون من مقاطع دي سيلاب، يجب علينا تقسيم هذه الكلمة إلى مقاطع وقراءة الكلمات بشكل جيد. إذن لدينا فواكه، فغوي، حيوانات، أنيمو، أدوات مدرسية، فورنيتور سكولير. أعيد: فواكه، فغوي، حيوانات، أنيمو، أدوات مدرسية، فورنيتور سكولير. إذن هناك بعض الكلمات لتنتمي إلى الفواكه، وكان كلمة واحدة لا تنتمي إلى الفواكه، يجب علينا اكتشافها. كذلك
هنا وكذلك هنا. إذن قراءة الكلمات بشكل جيد وفهم الكلمات ضروري. بانان 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 سوغيز 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 ملون ملون بوم بوم. هذه الكلمة ليست مع الفواكه. بوتاي أي قنينة. أنيمو فاش فاش شيان شيان فواتور. هذه الكلمة ليست مع الحيوانات. شوفال شا فاش شيان شوفال شا. فورنيتور سكولير كاييه 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 ليفر ليفر شابو شابو غوم غوم تروس. لدينا هذه الكلمة ليست مع أدوات المدرسة إنها مع الملابس. شابو كاييه ليفر غوم تروس فورنيتور سكولير فاش شيان شوفال شا أنيمو بانان سوريس ملون بوم فروي. Oui, les fruits, bananes, cerises, melon, pommes. Les animaux, vaches, chiens, cheval, chat. Les fournitures scolaires, cahier, livre, gomme, trousse. Quelle est d'achille là? Chapeau, bien le malabis. Qubar, voiture, sayara, laïset, bien le haïwanet. Bouteille, qannina, laïset, ma. Alfawak. إذن سوف نقوم بختم هذه الحصة بالكتابة. آدم مانج أن غاتو. آدم مانج أن غاتو. يعني يجب عليكم قراءة هذه الجملة آدم مانج أن غاتو وكتابها بشكل جيد. إذن إليكم مقترحات. صوفيا إي دون زانزو مثلا أو صوفيا et dans un bateau. هذه عبارة عن جملة تتكون من كلمات مرتبة ولها معنى. صوفيا et dans un zoo ثم صوفيا et dans un bateau. إذن يجب عليكم معرفة أن الجملة باللغة الفرنسية تبدأ دائما بحرف كبير ماجسكول وتنتهي دائما بنقطة بوان. وكلمات ديمو سونت اون اوردر كلمات مرتبه ولها معنى. فريد اي دون زان زو فريد اي دون زان باتو صوفيا اي دون زان زو صوفيا اي دون زان باتو فريد اي دون زان زو فريد اي دون زان باتو. إذا نكتفي بهذا القدر أيها التلاميذ الأعزاء. حصة كانت جد مفيدة للجميع. إذا حاولنا في الأول لقراءة المقاطع ثم قمنا بالنشاط حول البحث عن الدخيل بوتاي فواتور شابو. إذا شابو قبعة ليست من الأدوات المدرسية. فواتور سيارة ليست من الحيوانات. بوتي قنينة ليست من الفواكه. وقمنا بكتابة هذه الجملة التي تبدأ دائما بالحرف كبير ماجسكول وتنتهي دائما بوان. إذن دائما الجملة الفرنسية تكون مرتبة عبارة عن كلمات مرتبة. أدام مونج أن غاتو. ثم قمنا بتشكيل بعض الجمل كالتالي: صوفيا اي دون زان زو صوفيا اي دون زان باتو فريد اي دون زان زو فريد اي دون زان باتو. الى اللقاء ايها التلاميذ الاعزاء في حصة قادمة من التخلص بشكل نهائي من مشاكل القراءة. اليكتور.